معنا هاتفيا من لندن الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية السيد قصي المعتصم. مرحبا بك سيد قصي. إذا في تصريح للجنة الأمن النيابية في العراق ذكرت أنها لا تملك إحصائية دقيقة لأعداد المستشارين الأمريكيين في العراق بعد 15 عاما على وجودهم، يعني ما النتائج المترتبة على عدم توفر المعلومات الكافية عن قوات تراها الحكومة في بغداد حليفة على أراضيها؟ تحية لك ولقناة الرافدين ولجموع الأفاضل. بدءا علينا أن نعرف ما هي استراتيجية الولايات المتحدة في العراق خلال هذه الفترة، وما يخطط العراق مستقبلا لكي نعلم ما هو حجم القوات التي تحتاجه الولايات المتحدة لتنفيذ هذه الاستراتيجية. بدءا اعتراف الولايات المتحدة بأن خروجها المبكر من العراق كانت له تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي، وأصبح العراق بعد هذا التاريخ هو يعني ساحة للإرهاب، ونتيجة ضعف الدولة وضعف التدريب وضعف الولاء والطائفية والكثير من الأمور اللي نعرفها كنا كيف وصل العراق إلى هذه الحالة، وهي نتاج الاحتلال أصلاً في الأمريكي. إضافة إلى أن ما حصل بخروج القوات الأمريكية كان هناك تمدد لإيران بالسيطرة على العراق وتهديد الخليج العربي، ومن ثم أيضاً توجه نحو سوريا، ونعلم ما حصل في سوريا. وبالتالي هذا الوضع أدى إلى قرار أمريكي بإعادة قوات الأمريكية إلى العراق، خاصة بعد دخول داعش في عام 2014، وبدأت الولايات المتحدة في استراتيجية جديدة خاصة في صراع إقليمي يحصل الآن على في المنطقة بين روسيا من جهة وبين الولايات المتحدة من جهة ثانية. طيب. للسيطرة على المنطقة الحيوية من العالم اللي هي منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي اليوم نلاحظ أرقام غير مضبوطة عن عدد القوات الأمريكية، ولكن كباحثين في الشأن العسكري والسياسي في بلادنا أعتقد أن هناك ما بين 12 إلى 14 قاعدة أمريكية في العراق الآن، والقوات التي تتواجد خاصة بعد وصول قوات قبل تحرير الموصل إلى الجيارة وغيرها. نعم. يقال أن هناك 7 إلى 9 آلاف، ولكن باعتقادي أن القوات هذه تتجاوز 15 ألف مقاتل، وهذا هو لكي يغطي هذا الحجم الكبير على الأرض. نعم. بدءا من منطقة كردستان وصولا إلى حتى ناصرية. نعم. تواجد هذا الأمريكي في 14 أو 12 قاعدة ما بين هذه وتلك، ولذلك الولايات المتحدة لديها استراتيجية جديدة في العراق، وتعلم أن خروجها أو تقليل قواتها يجعل من العراق ساحة لعودة الإرهاب وعودة الطائفية وهيمنة إيران التي تشكل خطر كبير على المنطقة برمتها. من أجل ذلك يعني كان تصريح وزير الجيش الأمريكي قال إن قواته تواجه تحديات كبيرة في العراق وهي تدفع ثمن، يعني كيف تصف وتقرأ هذا التصريح؟ بالفعل يعني هو أنت تعلم أنه حتى دولة مثل الولايات المتحدة عندما تعدد أماكن المواجهة، لا تنسى أن لديها في أفغانستان، في العراق، هناك مشكلة كوريا مشكلة جديدة، هناك في بقاع كثيرة من العالم القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة العربية أو خارجها، وخاصة عندما هناك بوادر لعودة الحرب الباردة بين روسيا والولايات المتحدة، هذا كله يترك أثر على السياسة الأمريكية وكيفية نشر قواتها بشكل أفضل لكي تؤمن يعني خطوط دفاعية متقدمة. هذا الأمر بالتأكيد هو أعباء جديدة على الإدارة الأمريكية، خاصة أن الاقتصاد الأمريكي يعني حجمه كبير، نعم، ولكن لا تنسى أن هناك ديون أكثر من ميزانية أمريكا موجودة، وأيضا ما زالت آثار 2008 الانهيار الاقتصادي اللي حصل ما زالت الولايات المتحدة تعاني منه إلى اليوم. نعم. وبذلك يعني أيضا هذه القوات في أفغانستان أو العراق تستنزف الكثير من موارد الولايات المتحدة، خاصة لو علمنا أن هذه القوات تحتاج لقدرات كبيرة ودعم لوجستي كبير واستخدام أسلحة متنوعة، والأموال التي ترد من العراق أو حتى من أفغانستان لا تكفي لسد مصاريف هذه القوات. نعم. ويعتبر بالعرف العسكري هو إنهاك اقتصادي لأي دولة
لديها هذه الفروع في كل العالم. نعم. طيب، مع إعلان العبادي رغبة حكومته في بقاء القوات الأمريكية في العراق، ما الفائدة التي تعود على العراق من وجود قوات أمريكية على أراضيها بالرغم من إعلان هزيمة تنظيم الدولة؟ أخي العزيز، يعني كل من يعني يطالب بإخراج القوات الأمريكية هذا يفكر بأن تكون إيران بديلا عنها والهيمنة على العراق بالكامل، لأن بكون القوات العراقية ولاحظنا حتى في قتال داعش الذي لم يتجاوز عددهم 4000، الخسائر الكبيرة في القوات العراقية والحرب اللي دامت سنتين لإخراج هذه القوات، كيف إذا عاد داعش إلى العراق؟ من سيخرج داعش؟ بالتأكيد هم سيرجعون إلى إيران لتغطي هذا النقص، ولكن تدرك أن إيران لديها مشروع أكبر من مشروع العراق ويهدد مصالحها في المنطقة، وبالتالي لا يمكن للولايات المتحدة أن تترك العراق مرة ثانية بيد إيران كما حصل في 2011 نهاية 2011 عندما خرجت. ولذلك التوازن الأمريكي أنا أعتقد أنه بالعكس سيزداد ولن يقل، لكون ما زال العراق غير قادر على أن يدافع عن بلده نهائيا، لأنه لحد هذه اللحظة القوات العراقية والجيش العراقي لم يخوض معركة حقيقية متكافئة مع أي قوة سواء أقليمية أو داخل العراق. شكرا جزيلا لك من لندن، الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية السيد قصي المعتصم.